وهادشي انا غادي ندير لقاء صحفي وغادي نعيط على الاخوان وغادي نصيفطو لهم وسيله اللي غتجيبو باش نفيدو. راه ما كاين لا لقاء ولا والو. حنا عرضنا على الصحافه اللي كتحترم راسها بحال اللي تخلطات الدعوه ما بقاش عندنا حتى شي حاجه كنلغي كنطلب السماحه للاعلاميين ولا لقاء في هاد اليومين وفجائرها. شكرا. وقع حنا كان واحد الحضور يعني مكثف ديال وسائل الاعلام، والحضور مكثف احتراما لقمه الرجاء، ونادي كبير وكان نادي مرجعي جماهيري، ولكن الرئيس قرر او ارتأى انه يلغي هذا اللقاء الاعلامي بكلمات ربما حسب كيقولوا بعض الزملاء ان كان فيها نوع ديال الشتم. انا ما سمعتش صراحه الشتم، ولكن كان ممكن يتلغى بها افضل من هذه الطريقه، واعتبرت بانها بدايه غير موفقه لهذا الرئيس اللي عليه رهانات كبيره وطموحات كبيره باش يرجع الرجاء للسابقه عهدها. نتمنى انه يدارك الامور في قادم الايام بوفق شروط اكثر مهنيه. لا قلت انا هو انها الطريقه باش تلغى اللقاء الاعلامي كان يكون بطريقه افضل من هذه. وقلت بانه كان اول خروج غير موفق، لان كان منتظر هذا اول لقاء اعلامي يعطي تحدث فيه الرهانات الطموحات ديالو مستقبل المشاريع المستقبليه شنو طبيعه العمل اللي غادي يدير، ولكن للاسف امور جهدات. نتمنوا في لقاء اخر يكون في ظروف افضل. هو شوف هو فعلا كان هو المجال ولا مفتوح للجميع، وفروض ان هذه معركه ياخذها الجميع خصوصا المهنيين اجل التنظيم وتخليق هذا المجال هذا. ولكن صحيح بان كل واحد عنده ملاحظات، حتى هنا عندنا ملاحظات حول بعض المتدخلين في المجال، ولكن واجب التقدير واحترام خصو يكون مكفول للجميع، واي حاجه خصها تتعالج قانونيا. كنطلب السماحه للاعلاميين ولا لقاء في هذه اليومين وفجائرها. شكرا. هذا الشيء اللي وقع طبعا حنا كاين بوكو جينيراسيون، حنا لا جينيراسيون ديال الثمانينات التسعينات ما كنا ما عشناش هاد المسائل، ما نقولش كنا قلال، ولكن دابا ديال الحياه زعما كاين دابا لي سيت الكترونيك داك المسائل. غير هما كاين الناس اللي جاو بعاد، يعني لازم تكون يبقى البوان دو بريس. غير هو النظام ما كانش، النظام بصراحه هي ديال النظام ما كانش، راك شفتوا العدد شحال كان، ويمكن ما كانش الظروف مساعده وجا الرئيس، ولكن ما الظروف غير ملائمه صراحه هي هذه. حنا مع الاحترامات كنقولها وكنعاودها بان جاو خاص تكون الكونفرنس دو بريس كيفاش خاصها تكون، كيفاش غتكون منظمه. هذا هو المشكل، لازم يكون نظام باش الامور دوز مزيان. ما كانش النظام كانوا بزاف يعني ربما غير التنظيم ربما ما كايناش لا راه باينه، ما كنقولها راه باينه، راك شتي الاخوان شحال كانوا المسائل وقاعه بون كلشي كانت عنده رغبه صراحه هي هذه، ولكن النظام شويه كيلعب دور اساسي النظام. هذا هو اللي كاين. لا حنا دابا باقي ما وصلناش لا جيستيون صراحه هي هذه، باقي ما وصلناش لا جيستيون. لا جيستيون حاجه اخرى، خلينا غير في هذا البوان دو بريس اللي وقع هذا المشكل. انا نسميه مشكل يعني ما لازموش يكون. انا كنقول الناس جاو باش يخدموا، ما كانش الظروف ما الا عندكم شي اكسبليكاسيون اخرى فيدونا بها، زعما كاين كلشي على عينيكم، ما كنزيد ما كنقص.